حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد من الرافدين، نصل فيه أبرز ما كتب والصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. في موقع ألترا عراق، اتفاقية صحية بين بغداد وباريس وإجراءات بشأن لقاح كورونا. في صحيفة المدى نقرأ: سيول وعواصف رعدية بدءا من السبت المقبل. في صحيفة العربي الجديد، محاولة اغتيال لناشطين بارزين في التظاهرات شرقية بغداد. نطالع في الشرق الأوسط، البرلمان في العراق يؤجل التصويت على قانون جرائم المعلوماتية. ونشرت صحيفة اندبندنت عربية: البيت الأبيض يوافق على تلقي بايدن تقارير الاستخبارات السرية. أما في القدس العربي، قتل 8 من ميليشية إيران بقصف إسرائيلي على جنوب دمشق. وفي موقع عربي 21، استشهاد فلسطيني على حاجز للاحتلال شرق القدس. قانون جرائم المعلوماتية الذي ثار الجدل حوله مؤخرا موضوع تناوله الكاتب جواد وادي في مقاله الذي جاء فيه: إن الأحرار من العراقيين جميعهم مدعوون اليوم للوقوف بقوة إزاء تشريع هذا القانون الكارثي، ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميون والمثقفون بشتى مسمياتهم وكل من يهمه الدفاع بشراسة عن حرية الفكر وكرامة المواطن والإعلام الوطني الحر وكل من ينتمي بصدق إلى العراق الجريح. إن قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت هو إضافة إلى جملة التجاوزات التي يستمر الفاسدون بممارستها ويشرعونها لخدمتهم بعد أن ضيعوا بوصلتهم وفاحت روائح سرقاتهم التي تجاوزت كل تصور. وها هي دول العالم تكشف يوماً بعد آخر ملفات الفساد وحجم الأموال الهائلة ومستوى النهب المخيف لثروة البلاد والعباد، وكأنها تصفية حساب لحرمان العراقيين من التمتع بثرواتهم وتهريبها للخارج أو تقويم اقتصادات بلد الجوار الذي يعاني من حالة انهيار كامل، ليترك اللصوص والخونة البلاد تغرق في الإهمال وانهيار البنية التحتية وإفلاس الخزينة وإشاعة البطالة والجوع والحرمان وسط ملايين العراقيين ومصادرة عقارات الدولة وما سببوه من انهيار الوضع الأمني وغيرها من التجاوزات المقصودة والتي لم تعد خافية على أحد، وسط صمت دولي لبلدان كانت السبب في الإتيان بهذه الرثاثات وبقيت تتفرج بما تفعل من عبث رهيب، لتأتي اليوم بقانون يعاقب كل العراقيين وهم متيقنون بأنهم باتوا مرفوضين من الشعب العراقي وحتى من المجتمع الدولي. وحين أحسوا بأن الطوفان قادم لم يعد بأيديهم سوى تسخير القوانين والقضاء والأجهزة الأمنية التي شكلوها بأنفسهم بقانون الدمج المهزلة، ليأتون بقانون يضرب عرض الحائط كل المبادئ والقيم والتشريعات والقوانين الدولية التي ناضلت البشرية قروناً من أجل ترسيخها. وأضاف الكاتب أن المخربين سيستأسدون عليكم أيها العراقيون ليعود العراق في خبر كان، وهذا ما يسعون إليه سراً وعلناً. الفكر والواقع العراقي والتأثيرات السياسية وتقلباتها، تناولها الكاتب رعد أطياف في مقابلة جاء فيها: إن النظر إلى شروط الواقع المعقدة سيحيلنا إلى نقاط حقيقية ليست موهومة، نقاط ترشدنا إلى أن العناصر المكونة لثقافتنا العراقية هي المذهب والعشيرة، وعلى هذا الأساس نبني مواقفنا تجاه الواقع. ثمة جدلية ملتبسة بين الفكر ومواضيعه تؤسس لعملية إرباك واسعة النطاق لنظرتنا حول الواقع. إن محاولة تسليط الفكر على مواضيع خارج سياقها الثقافي التي ولدت فيه يعني باختصار شديد ممارسة نوع من العبث والجنوح نحو العدمية.
لأننا في كل مرة سنكتشف وقائع غريبة عن واقعنا المعاش، وسيجد الفكر نفسه مرمياً في دائرة العبث. إنها حال اغتراب بين الفكر وموضوعاته. معظمنا يصرخ نحو التغيير لكنه لا يريد إخبارنا بالكيفية. معظمنا يرغب بالحرية لكنه لا يخبرنا عن إمكانية تحققها في ظل سلطة مهيمنة منفردة بالقرار السياسي. إن العناصر المكونة لثقافتنا العراقية هي المذهب والعشيرة، وعلى هذا الأساس نبني مواقفنا تجاه الواقع، وينبغي أن تكون مواقفنا معززة بفعل سياسي مؤطر بإطار مؤسساتي قائم على أسس عقلانية، لا أن يكون صراخاً من أجل التغيير، لكنه في العمق يسلك سلوك العشيرة في تعامله مع الآخرين. أياً كانت السلطة، فهي تتجه نحو تضخيم ذاتها وإطالة أمد وجودها ما لم تجد الكوابح اللازمة للحد من جشعها. وهذه الحقيقة هي أيضاً من البداهة بمكان، لدرجة أنها لا تستحق التفصيل والاستفاضة في تبيان حقيقتها التاريخية، إلا أن البداهة في كثير من الأحيان تغيب عن فكرنا حول حقيقة الشروط الاجتماعية التي أوجدت هذه السلطة وقوة الحاضنة الشعبية التي تتمتع بها. وأضاف الكاتب: ينبغي أن تكون مواقفنا معززة بفعل سياسي مؤطر بإطار مؤسساتي قائم على أسس عقلانية، لا أن يكون صراخا من أجل التغيير، لكنه في العمق يسلك سلوك التصحيح في تعامله مع الآخرين. التقلبات السياسية والانهيار الأمني والنفوذ الإيراني في العراق، تناوله الكاتب عبد اللطيف سعدون في مقاله الذي جاء فيه إن إيران تفكر بمشروع متكامل، سيطرة عراقية واستراتيجية عرقية واستراتيجية للاستحواذ على موارد العراق. يبدو أن ما تريده أصبح واقعا ماثلا للعيان، وبات من الصعب الفكاك منه أو مواجهته بالصمت عنه وتجاهله. استطاعت إيران أن توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي لغرض فرض مشروعها العرقي الذي يهدف إلى الهيمنة ليس على العراق فحسب، إنما أيضاً على الإقليم الجغرافي كله. وقد شكل هذا نوعاً من متلازمة ستوكهولم الجماعية، إذ يتماهى الرهائن مع آسريهم وينتهي بهم الأمر أن يصبحوا شركاء متضامنين معهم ومنفذين لمخططاتهم الشريرة من دون أن يرف لهم جفن على مصالح بلدهم ومواطنيهم. وفي الحالة العراقية لا تعتبر الميليشيات أو المافيات أو الفئة الحاكمة نفسها رهينة لدى إيران، بل إنها مستفيدة من تماهيها معها عبر حصولها على حصتها من الموارد والثروات لخدمة أغراضها الخاصة. ومن هنا ينفتح الطريق لضروب الفساد المتشابك مع الجريمة المحلية والدولية. وقد خدم المحتلون الأمريكيون هذا التوجه عندما قاموا بتفتيت الدولة وحل الجيش وتسليم إدارة البلاد إلى فئة هجينة خانعة لا تمتلك أي خبرة أو دراية بفنون الحكم، بعد أن تتمكن الدولة الخاطفة من إحداث التأثير النفسي المطلوب تعمد إلى إنشاء مجاميع من أبناء البلد المخطوف تؤهلها لمهمات قيادية في الفضائين الاجتماعي والسياسي، وتأخذ تلك المجاميع شكل ميليشيات تحمل السلاح دفاعاً عن الدولة الخاطفة، أو مافيات تحمي مصالحها الاقتصادية والتجارية، أو مشيخات عشائرية. وأضاف سعدون: لم يعد أمام العراقيين سوى الشروع بمشروع مضاد، وهو مشروع تحرير وطني يعمل على استعادة البلد المخطوف من أيدي خاطفيه، وهذا ما هدفت ثورة تشرين إليه، التي لم تكن حركة احتجاج مطلبية كما يشبه بعضهم، إنما كانت ثورة تحرير وطني من احتلال الأمريكي وهيمنة إيرانية. السيطرة على السلطة في العراق من أصحاب السوابق والجرائم والميليشيات موضوع تناوله الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال جاء فيه: يمكن القول إن تاريخ هؤلاء وأولئك جميعا أسود،
ومتهم بجرائم تراوحت بين القتل والتهجير على الهوية وبين السطو والاغتصاب والاختطاف واحتلال الوزارات والمحافظات ومصادرة حريات المواطنين وحقوقهم وأرزاقهم. إن أي دولة تحترم نفسها لا ترضى لكرامتها وهيبتها وأساس وجودها أن يتولى حكمها مطلوبون للعدالة أو مدانون في المحاكم بجرائم قتل وسب ونهب واغتيال وتبعية كاملة للأجنبي. والذي تتميز به دولة العراق الديمقراطي الجديد أنها الوحيدة من بين دول الكرة الأرضية التي تجيز لميليشيات أن تسير في عاصمتها وأمام مبنى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان قوافل مقاتليها وهم يصوبون مدافعهم وخراطيم دباباتهم نحو مقر القائد العام للقوات المسلحة وبحرية كاملة وبزي الدولة الرسمي وبسلاحها وبأموالها. وفي دراسة معمقة لتاريخ كل واحد من أصحاب القرار حكوميين أو ميليشياويين معممين أو أفندية يتبين أن كل واحد منهم محمل بسجل جرائم من كل نوع ومن كل وزن وعمالة علنية غير مستترة لدولة أو لمخابرات أجنبية دون حساب ولا كتاب، حتى صارت مخالفة القوانين واحتكار الثروة والسلطة بقوة السلاح أموراً غير مستغربة، ما يؤكد أن العراق محكوم من قبل أناس لو كانت الدولة دولة لكانوا في غياهب السجون أو على المشانق. ويكفي أن مقتدى الصدر وهو أحد الوالغين بالدم العراقي يتطلع إلى رئاسة الوزراء بعد كل ما امتلكه من وزارات ومؤسسات ومقاعد في البرلمان، ويكفي أن من جيش المهدي الذي أنشأه بالتعاضد مع شقيقه فيلق بدر المولد إيرانياً توالدت العصابات وتكاثرت حتى أصبح الوطن غابة. أضاف الكاتب الزبيدي: كل ذلك كان باسم الشعب وباسم الدستور وسلطة القانون. تداعيات إعلان اكتشاف لقاح فيروس كورونا وما يدور حول ذلك من نظرية المؤامرة تناولها الكاتب بكر عويضة في مقال جاء فيه إن بعضاً من شرور نظرية التآمر يبيح الضحك فعلاً، ثم إنما يزيد من استغراب المرء أن يشطح خيال بعضهم في وجود شبح مؤامرة خلف أي لقاح، وهو أن هذا الهاجس قد نشأ أصلاً في مجتمعات الغرب التي ضربها الفيروس أكثر من غيرها، فسواء في عدد الإصابات أو الوفاة. بعدما لازم هوس المؤامرة فيروس كورونا منذ بدء ظهوره وحتى هذا اليوم، ها قد جاء الآن دور التطعيم بلقاح مضاد له كي يأخذ هو الآخر مكانه في طابور نظريات التآمر التي تكاد تلحق بأي أمر حتى لو لم يتوفر أي سند. أعرف ثلاثة أصدقاء، اثنان منهم يقيمان في لندن، أما الثالث فيقيم في الولايات المتحدة، وثلاثتهم يتسمون بعمق التجربة في تخصص كل منهم وفي ثقافتهم العامة بمجالات الحياة كافة. خلال المناقشات يمكن بوضوح ملاحظة أنهم ليسوا على اتفاق حول مختلف القضايا الخطيرة التي تعصف بالعالم، لكنني حين أشرت إلى الفرح العالمي المصاحب لاكتشاف لقاح ضد كورونا لاحظت أنهم يتفقون على التخوف من تقبل الأمر بلا أي تشكك، وبالتالي يرفضون تلقي التطعيم فوراً. لماذا؟ فيأتي الجواب بما مضمونه على الأقل حتى تثبت فعالية اللقاح تماماً، ومن ثم يتضح عدم وجود مؤامرة تزعم أن التطعيم خصوصاً في مجتمعات الغرب يستهدف التخلص من كبار السن لأنهم عبء على ميزانيات الدول لجهة توفير خدمات ما بعد التقاعد والرعاية الصحية. كثيرون سمعوا أو قرأوا عن التخوف من اللقاح أو التشكيك فيه، ربما خوف الإنسان من أي جديد سواء في حالة ظهور فيروس محير مثل كورونا أو عند اكتشاف علاج مضاد له. فجأة يطرح سؤال المتخوف: لما أمكن التوصل إلى لقاح فجأة؟ وأضاف الكاتب: تبقى هناك ملاحظة لست أدري كيف أصفها، لكن ملخصها أن حكاية المؤامرة لم تنتج هذه المرة في العالم العربي، وإنما قد أتته من الخارج.
حقيقة الصراع الأمريكي موضوع تناوله الكاتب مزهر الساعدي في مقال جاء فيه إن التحرك الذي سوف تقوم به أو تقدم عليه أمريكا ترامب في هذين الشهرين إن أقدمت وهذا احتمال وارد سيشمل ميليشيات الحشد في العراق أو سيشمل آخرين من الذين يحسبون على إيران أو كما تصفهم هكذا أمريكا. تناقلت الأخبار في الآونة الأخيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي ولايته سأل مستشاريه حول إمكانية توجيه ضربة أمريكية لموقع نووي إيراني جديد، وقد نصحه مستشاروه بالتخلي عن توجيه هذه الضربة في الظروف الحالية. هذه لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يجري فيها الحديث عن نية الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربة أو ضربات من هذا النوع إلى إيران، وبكل تأكيد إنها لا تتعدى رسائل التأثير النفسي، وهذه الرسائل يدركها المسؤولون الإيرانيون قبل غيرهم ويعلمون ويعرفون أيضاً أن أمريكا لم ولن تقدم على عمل من هذا النوع، ليس لرد إيراني ساحق كما يقولون، وإنما لأسباب أخرى. إن لعبة القط والفأر بين إيران وأمريكا في عالم يتغير لصالح إيران يمنحها فرصاً كثيرة للمناورة والقفز هنا وهناك. هذه اللعبة استمرت لما يقارب العقد وسوف تستمر على النهج ذاته من غير أن ينتج على أرض الواقع عمل فعال وبأي شكل ومن أي نوع إلا التهديدات المتبادلة في انتظار إحداث تغيير ما أو كسر إرادة الطرف المقابل من جهة، ومن الجهة الثانية هذه اللعبة تستفيد منها أمريكا والكيان الصهيوني في ابتزاز دول الخليج العربي. ويبقى السؤال، هل أمريكا عندما تصر إيران على رفض شروطها الصفقة النووية تقوم بعمل عسكري لإجبارها على الموافقة؟ أم ستواصل الضغط على أمل أن يحدث تغيير ما في إيران؟ أضاف الكاتب أن ترامب عمل وربما سوف يعمل في الشهرين المقبلين على إرباك المشهد السياسي والعسكري بإصدار قرارات ضغط اقتصادية جديدة كما فعل مؤخرا قبل أيام على إيران لزيادة عقد العثور على مفاتيح الحل مع إيران لمحاصرة الرئيس الأمريكي المقبل بايدن بدائرة محكمة يصعب عليه التحرك سياسيا خارجها. تبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. وبهذا ينتهي مشاهدينا الكرام صدى الأقلام لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين. إلى اللقاء.